فريق عايز ينجح ويستمر في النجاح بتاعه لازم يبقى عامل بلان قدامه سنتين ثلاثه واكتر. في لعيبه بتخش في سن ال30، طب انت بتحضر لمين لكل مركز؟ كل مركز لازم يكون في لعيب قدامه سنتين ثلاثه انت بتجهزه. يعني مثلا انت عندك عمر وائل، مين مع احمد رفعت؟ في البالانس دي، بنحاول نعمل البالانس دي. الناحيه الثانيه عبد الكبير، مين مع ايبا؟ 2003 لسه ما حدش كنت بتكلم عنه، لعب كاس عالم. فبنحاول نعمل في كل مركز التحضيرات دي. احنا قعدنا مع الكابتن تامر انا والكابتن علاء ميهوب وادينا له كل الداتا اللي هو محتاجها للفتره الجايه، واعتقد الراجل اتناقشنا ما فيه الكفايه على مدار الثلاث ايام اللي فاتت ان هو اوريدي خلاص فاهم الفرقه مين ومين في كل مركز. واحنا مره ثانيه زي ما بقول متفائلين جدا بيه وهو راضي جدا بالفرقه، فان شاء الله خير. احنا في ماتش من ماتشات كان يعني سوء توفيق، لكن في الاول في الاخر احيانا بيحصل مطب عشان تصلح اللي بعده، وده اللي حصل. جه جهاز جديد، طبعا راح المنتخب لكن جه جهاز دلوقتي، جبنا صفقات فطلعنا وخلص حطينا دوره ظهرنا ومركزين في افريقيا والدوري. اولا كنت بتكلم مع اللعيبه امبارح في اجتماع ان احنا الماتشين الجايين بلديه المحله والمقاولين لا غنى عنهم عشان نرجع للمكانه الطبيعيه بتاعتنا. اللعيبه عارفه الامكانيات، الناس هنا بتاخد، ما حدش له حاجه، كل واحد بياخد حقه، فبالتالي انت كمان كلاعب لازم تدي للنادي. واتكلمنا في الكلام ده امبارح واللعيبه جاهزه، عندنا ماتشين الدوري بعد كده مسافرين جنوب افريقيا يوم 21، فانا متفائل بثلاث ماتشات الجايين ان شاء الله. احمد رفعت في مزق ما بين ثلاث اسابيع واربع اسابيع، الدكتور طبعا هو اللي يتكلم احسن مني. بالنسبه لفاروق لسه مش واضحه، بس اعتقد اسبوعين برده او ثلاثه. لعيبه كبيرة جدا ولكن برضو البدائل موجودة. الفرقة الحلوة عندنا ان حد بيغيب بيحصل حد تاني بيظهر، فاحنا يعني ان شاء الله يرجعوا لنا بسرعة، احنا محتاجينهم طبعا. خلينا نقول برضو ان يعني الراجل الله يكون في عونه جاي في وقت صعب جدا وسريع جدا ومحتاج نتائج بسرعة، ولكن احنا في داره وقعدنا اتكلمنا في كل حاجة، البلان واحد. موضوع السن واللعيبة احنا قعدت انا اتكلمت انا هو في كيمياء غير طبيعية، فمتفائلين جدا من الصيف ان شاء الله كمان نبني على اللي احنا بنعمله دلوقتي. لكن انا في تفاؤل في المنظومه كلها، قعدنا وادينا له كل الداتا وحتى اللعيبه واحنا بنتكلم في كل مركز هو راضي تماما، فخير ان شاء الله. سعيد جدا وفخور جدا ان انا في نادي مودرن فيوتشر. الدكتور وليد بصراحه راجل راقي جدا وراجل مختلف جدا وراجل مدعمني بصوره كبيره جدا وشرف كبير جدا ان انا احط ايدي في ايده. منظومه محترفه، منظومه محترمه جدا. كابتن هيثم عرابي بصراحه راجل في التفاوض كمان محترف جدا وعارف هو حدوده ايه وعارف هو بيعمل ايه كويس جدا. كابتن علاء ميهوب طبعا قيمه وقامه كبيره جدا وكان من اساطير الكوره في مصر، فلعيبه محترمه ولعيبه كبيره، وان شاء الله عندنا دافع كبير جدا ان احنا نقدر نعمل حاجه كبيره ان شاء الله. النادي عظيم زي نادي مودرن فيوتشر. بالنسبه لموضوع رحيلي عن نادي انبي، هو الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. الموضوع مش موضوع لا زياد ولا نادي الزمالك خالص خالص، يعني الموضوع ببساطه جدا ان انت النهارده مدير فني مسؤول عن تيم، اي لعيب لازم يتحرك من النادي فالمفروض ان انا اعرف، بغض النظر بقى عن اسمه زياد، اسمه محمد، اسمه مش عارف ايه. الموضوع مش كده خالص، حتى لعيب اساسي او لعيب احتياطي برضو الموضوع مش كده خالص. الموضوع كله ان اي لعيب عشان يتحرك لازم اعرف، وممكن ارفض ومن حق ان انا ارفض، لكن برضو القرار في الحته دي بالذات القرار بيبقى قرار اداره مش قرار فني، لان دايما طول الوقت الاداره طبعا هي اللي شايفه، لكن لازم تبقى مشاركه يعني في المسؤوليه، ولازم تبقى عارفه بالظبط ايه اللي ليها وايه اللي عليها. لان انا بالنسبه لي الموضوع بتاع زياد بالذات في الجزئيه دي ان عشان تحركه انا هقعد معاك واقول لك والله انا محتاجه او مش محتاجه. لو محتاجه وانت مصمم على بيعه خلاص مش هقدر اتكلم، مش هقدر اقول حاجه يعني. لكن الموضوع ان هو يمشي من غير ما اعرف دي كانت صعبه جدا عليا، فعشان كده قدمت اعتذار ويعني وبتمنى لهم كل التوفيق. ونادي عشت فيه موسم رائع جدا وعشت فيه سنه كامله بصوره جيده جدا، وعملنا بصراحه طفره كبيره جدا جوه نادي انبي، وان شاء الله نعمل احسن منها جوه نادي مودرن فيوتشر ان شاء الله. لسه بنقول دلوقتي ان الاداره اساس كل حاجه. النهارده الاداره مهمه جدا ان انت بتتعامل مع اداره محترفه، اداره محترمه جدا، فمهم جدا ان انت النهارده عارف طموح الاداره. الاداره النهارده جايبانا عشان نقدر نعمل حاجه كويسه جوه النادي، ناس مساعدانا بصوره كبيره جدا، طموحنا لغايه السماء، نفسنا ناخد كل حاجه، لكن طبعا الـ هنحاول في الممكن، وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه كبيره ونقدر نعمل حاجه الناس اللي هنا تستاهلها واللعيبه اللي هنا تستحقها يعني. بص هو طبعا وقت الصفقات خلص خلاص، فمش هنقدر نتكلم في موضوع الصفقات، لكن هنتكلم ببساطه بس ان عندنا لعيبه كبيره، عندنا لعيبه محترمه، حتى الولاد اللي جايين لعيبه كبيره جدا ولعيبه محترمه جدا، محتاجين بس شويه وقت وان شاء الله مع مرور الوقت يبقوا حاجه كبيره ان شاء الله. طبعا حابب اشكر الزمالك والجمهور طبعا، ويعني الفترة مش طويلة بس يعني إن شاء الله الفترة الجاية مع فيوتشر إن شاء الله نعمل حاجة كويسة إن شاء الله. إحنا طبعا عندنا أفريقيا وبعد كده في الدوري، يعني الدوري لسه بدري فإن شاء الله نحقق أحسن حاجة فيه، وبعد كده إحنا يعني مركزين في أفريقيا الفترة دي. لا إن شاء الله يعني الفترة الجاية هدوس فيها مع كابتن تامر وإن شاء الله هرجع تاني ان شاء الله احسن من الاول يعني. ان شاء الله طبعا يعني لعيبه كبيره جدا سواء الصغيره او اللي كانت موجوده او اللي جت السنه دي،
فطبعا الاداره واقفه معانا طبعا بتدعمنا في كل حاجه، فان شاء الله نحقق احسن حاجه السنه دي. والله هو مش هيأثر يعني، هو يعني هو طبعا التوقف اللي حصل ده كويس ان حصل فيه تغييرات، ف مش معنا يعني وقت كافي مع كابتن تامر، بس ان شاء الله نعمل احسن حاجه معاه يعني. الحمد لله، يعني شرف لاي حد ان هو جاي من منظومه كبيره زي منظومه نادي الزمالك، وانا جاي من نادي كبير على نادي كبير الحمد لله. فكل التركيز طبعا في الايام الجايه اللي انا اضيف للنادي، مش النادي اللي اضيف، لا انا اللي اضيف للنادي ان شاء الله. وبنبص على البطولات الجايه ان شاء الله، احنا عندنا افريقيا وعندنا مواجهتين كويسين البلديه والمقاولين، فكل الاستعداد للماتشات الجايه باذن الله يعني. يعني باذن الله اقدر اشارك باحتياطي صفه اساسيه، ما عنديش اي مشكله، المهم اشارك واعمل كل جهدي باذن الله يعني ان انا اضيف للنادي باذن الله يعني. طبعا اسماء كبيره طبعا كابتن مروان والكابتن احمد عاطف، انا كعلي بستفيد منهم في التمرين، بس قلت لحضرتك اللي يعني اللي بيحدد مين يلعب مين ما يلعبش ده الملعب، فباذن الله يعني مش هبخل بنقطه عرق باذن الله. والله انا كعلي كنت حابب ان اطلع اخد اكسبيرينس يعني، اخد خبره اكتر، عايز اشارك بصفه اساسيه بره، ارجع النادي بتاعي تقيل باذن الله في مركزي، واحقق برضو بطولات مع نادي الزمالك يعني. هو كل واحد بيثبت نفسه في الملعب، وبعدين كابتن تامر قالها في اول مره، الملعب للجميع يعني، ولا لا اسم كبير ولا لعيب صغير، هو انت ما تجتهد هتلاقي ان شاء الله ربنا بيديك في الملعب وتلعب ان شاء الله. اه طبعا اول خطوه اللي طبعا مفكر ان انا ادي كويس في الفتره دي مع فيوتشر سنه ونص، هما سنتين ونص، بس ان شاء الله بعد سنه ونص يعني يكون الخطوه اللي انا ارجع مع الاهلي ان شاء الله، وبعد كده لما ارجع بقى ان شاء الله ربنا يعمل في الخير. ربنا يعني يوفقني ان شاء الله في التجربه دي، هي تجربه كبيره طبعا مع نادي كبير، وانا برضو جاي من نادي كبير نادي الزمالك، وان شاء الله يعني نقدر نعمل حاجه ونضيف للنادي ده برضو زي ما النادي هيضيف لنا ان شاء الله. لا انا اشكر طبعا الاداره على الثقه اللي هي اديتها لنا دي، وان شاء الله احنا مش جايين لعبه ناشئين، احنا جايين لعبه فيرست تيم، ولازم نضيف للنادي ده زي ما هو وثق فينا، وان شاء الله نحقق حاجه كويسه ان شاء الله. اه طبعا احنا هنعمل اللي علينا، وان شاء الله ربنا في لعبه كبيره في النادي ده يعني، لعبه ما شاء الله، وان شاء الله يعني المنافسه تبقى صعبه شويه لان في لعبه كبيره قوي في النادي ده، فبس هنحاول يعني ان شاء الله.